قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى. المعلم منارة العلم التي تضيء الطريق أمام الأجيال، وحجر الأساس لنهضة الأوطان، وبيده يصنع الرجال، وهو أيضا صاحب أسمى هدف في الوجود وأسمى رسالة على الأرض. يوم 5 أكتوبر من كل سنة يحتفل العالم بيوم المعلم، فالمعلم هو الأب الذي لا يمل من أبنائه، وهو الذي يملأ قلوب طلابه بالعدل والرحمة، وهو الذي يستحق منا كل التقدير والاحترام. ففي جميع المجتمعات الراقية ينظر للمعلم بأنه في القمة، وحتى في الديانات السماوية والتشريعات الإنسانية أعلت من شأن العلم والعلماء، واعتبرتهم المنطلقة لكل شيء.